مرحبا بكم، معكم منيرة. يا رب ان شاء الله تكونوا كلكم في صحة جيدة. اليوم باش نعمل شوية قضيت بطلب من بعض الاخوات، حبوا على طريقتي في تحضير القضيت. ما حبيتش نخلي معناها القضيت العيد، خاطر برشا يحبوا يعملوا القضيت ما يقعدوش يستناو معناها في الفيديو باش يهبط بعد العيد حتى يشيح القضيت وحتى كل شيء. شريت شوية يعني كيلو ونص لحم علوش. بطبيعة الحم متاع القديد يجي من جهة الضلوع كيما هكا، الجزار يعرف معناها كي تقول له نحب الحم للقديد يعطيك من جهة الضلوع كيما هكا كيما تشوفوا. هذوما كيلو ونص خديت. نجيو لهنا للحم اللي تحسوه هكا غليظة شوية بالسكينة، نجرحوه هكا طريف بشكل الملح والفحات يدخلوا في وسطهم. طيب بالنسبة للفحات اللي باش نستعملهم، عندي لهنا كما قلنا كيلو ونص الحم، بطبيعة الحم الخاص بالقديد، باش ناخد عليهم 3 مغارف كبار ملح، نصف مغرفة كبيرة كركم، نصف مغرفة كبيرة فلفل أحمر، مغرفة كبيرة نعناع شايح، ومغرفة كبيرة تفاح العلوش اللي سبق وإحنا عملناه مع بعضنا. طبعا نخلي لكم الرابط متاعه، هذا هو تفاح العلوش يلزمنا نحضروه للعيد من توا. طبعا نخلي لكم الرابط متاعه، سبق واني عملته وبرشا زادة عملوه وعجبهم. توا نحط لفحات ندخل توا كل لفحات بالباهي بالباهي في وسط اللحم. توا بعد ما دخلنا لفحات الكل في وسط اللحم كيما هكا، باش نغطي اللحم ونخليه في الفرجدير ليله كامله حتى وين يقر الماء نتاعو. توا بعد ما تعدات ليله كامله والقديد نتاعنا في الفرجدير كيما تشوفوا معناها سايب الماء نتاعو، باش نحيه من الشقاله باش نحي الماء هكايا. توا باش نحط شوية زيت على القديد، قرابة زوز ولا 3 مغارف كبار. الزيت يخلي معناها الحشرات ما تقربش للقديد متاعنا كي يبدأ معلق على الشريطة. الحشرات نقصد كالوشواشة والذبان، خاطر كيما نعرفو توا موجود بكثرة. بالزيت، الزيت يبعد الحشرات معناها وما يخليهاش تقرب للقديد وهو معلق. توا باش نعلق القديد على الشريطة. أني توا علقت القديد كما تشوفوا، كما تشوفوا توا القديد متاعنا وصلت له الشمس. الشمس اليوم سخونة كما تشوفوا، بدا يكمش شوية. نتصور أني في السخانة دي متاع الشمس 3 أيام ويحضر. توا بعد ما تعدات على القديد نتاعنا الشمس نتاع نهار كامل كيما تشوفوا من اول نهار، والقديد نتاعنا تسمى قريب يحضر خاطر نهار سخون برشا والشمس زاد حاره برشا. توا باش نغطي
القديد كل مرة بعد المغرب كي من هالوقت هيك نغطي القديد باش ما يهبطش عليه السرد. كما تشوفوا نغطي القديد بالطريقة هذه باش ما يهبطش عليه السرد متاع الليل، وان شاء الله أودو في الصباح نعريه ويقعد في الشمس نهار كامل ونعود نغطيه كالعادة في المغرب. القديد متاعنا حضر، قعد 5 أيام في شمس سخونة، بالطبيعة كما شفتوا مع المغرب نغطيه من السرد، شاح بالباهي بالباهي، ريحته فاوحة. توا باش نقصوا قطع صغيرة. توا بعد ما قصيت القديد بالشكل هذا باش توا نسليه، حطيت الطنجرة على النار، حطيت فيها الزيت، وتوا باش نسلي القديد. توا بعد ما سخن الزيت باش نحط طريفات القديد، نحطو بشوية بشوية، بسم الله. وقت اللي يتبدل لونهم يولي هكا مذهب شوية نخرجوهم ونحطو البقية. هاني توا كملت سليت القديد، باش نخليه يبرد شويه ومن بعد باش نحطه في الدبابس. توا بعد ما برد القديد ناخذ دبوسه باللار كيما هكا تكون نظيفه ونحطو القديد متاعنا، بسم الله. وبعد ما حطينا القديد في الدبابس، الزيت اللي سلينا فيه القديد نصبوه على في الدبابس. بطبيعة بعد ما نصفيوه نكملوا توا نملاو الدبابس بزيت جديد. هذا هو قديدنا حضر. بطبيعة كي نجيو باش نستعملوا القديد ناخذوا احتياطاتنا بالنسبه للملح. الماكله اللي باش نطيبوها ما نحطولهاش برشا ملح على خاطر القديد بطبيعة يبدا مالح. طاو باش نغطي الدبابس متاعي ونستحفظوا بهم بطبيعة كما تحبوا في الفريجيدير ولا البرة، ما يجرى لهم حتى شيء، بما انه القديد شايح بالباهي في الشمس ومقلي في الزيت، بقدرة ربي ما يجرى له حتى شيء. واللي يحب يحط في الفريجيدير يحط، مش في المجمد، يحط في الفريجيدير عادي. هذا هو قديدنا، ان شاء الله يا ربي الطريقة عجبتكم وان شاء الله تجربوها وتعملوا بها. ونأكد لكم راهي طريقة ناجحة، هذه الطريقة اللي نعمل بها تو مدى سنين، يقعد لي القديد بالعام، وقد ما يقعد قد ما يزيد وقد ما يقعد قد ما يزيد يبنان.
وتو ما بقالي كان ان شاء الله يا ربي تاكلوا بالشفاء، وان شاء الله عيدكم مبروك وبسلامة.